أهلا بكم. ما أن أعلن تشكيل وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية حتى سادت أجواء التفاؤل الجميع من مواطنين وقوى سياسية وحزبية ومدنية. بهذه الحكومة تدخل مصر مرحلة جديدة، مرحلة تحتاج إلى أعمال وزارية شاقة، فالتحديات والأزمات وتقلبات العالم والإقليم تحيط بنا من كل اتجاه، والمهام والتكليفات تتطلب رؤى وسياسات مغايرة بكل تأكيد، وترتيب الأولويات وسرعة الإنجاز تتطلب أفكاراً وحلولاً أكثر حيوية ونشاطاً، أكثر التحاماً كذلك مع قضايا الوطن وقضايا المواطن المصري. أهلاً بكم في هذه الحلقة من مصر. كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأهم الأخبار المصرية والإقليمية. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري وسط تغييرات واسعة شملت أكثر من 20 حقيبة وزارية. عقب أدائهم اليمين الدستورية، الرئيس المصري يجتمع بالحكومة الجديدة من وزراء ومحافظين ونواب، ويشدد على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي وتحقيق أقصى تعاون بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة. الرئيس المصري يوجه الحكومة الجديدة باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين في المجالات الخدمية خاصة الصحة والتعليم. رئيس الوزراء المصري وأعضاء الحكومة الجديدة يؤكدون عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة. السندات الحكومية المصرية المقاومة بالدولار ترتفع بعد الإعلان عن التغيير الوزاري الموسع. نتحول إلى الشأن الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة تسفر عن استشهاد 28 وإصابة أكثر من 125 فلسطينياً خلال الساعات 24 الماضية. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية يؤكد تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق آمنة بقطاع غزة لإجبار سكانها على النزوح منها. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية غدا لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وأخيرا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور واشنطن نهاية يوليو الجاري لإلقاء كلمة أمام الكونغرس حول الحرب في غزة. أهلا بكم من جديد. وسط تحديات ومهام جسيمة أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث شهد التشكيل الوزاري تغييرا واسعا، وهو ما حدث أيضا في حركة المحافظين، كما شهدت دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى. ومنذ التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة وعلى مدار ما يقرب من شهر كامل، عقد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي عقد مقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية حرصا على الاستماع لمختلف الرؤى.
قبيل الإعلان عن التغيير الوزاري أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من 70 لقاءً واجتماعاً للوصول إلى أفضل تشكيل يتناسب مع حجم التحديات الحالية. تم اختيار الوزراء في الحكومة المصرية الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة على وضع حلول عاجلة للأزمات التي تواجه المواطن المصري. شمل التغيير الحكومي الجديد 30 وزيرا، ما يعني أن مصر أمام تغيير واسع سواء في السياسات أو في الأشخاص، وذلك وفقا لخطة عمل واضحة المعالم. الحكومة الجديدة قامت بإعداد برنامج شامل تكون من خلاله قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية سواء الداخلية أو التحديات الخارجية، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر. من هنا نجد أن التحديات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تتصدر أجندة الأولويات، وهو ما ظهر في تغيير وزراء الحقائب الاقتصادية في الحكومة السابقة. مسؤوليات جسيمة ستحملها الحكومة المصرية الجديدة أملاً في معالجة العديد من القضايا في مختلف المجالات، وكذلك إرضاء الشارع المصري عبر توفير الخدمات وتحفيز الاقتصاد والاستثمار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. تجاوباً مع مطالب الشارع المصري، أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية. وبعد أداء اليمين الدستورية دخلت مصر مرحلة جديدة بحكومة تضم كفاءات وخبرات متميزة تستطيع العمل على تحديد الأهداف وترتيب الأولويات ومواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية. الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تضع رضا المواطنين في مقدمة أولوياتها، وستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات. وبحسب ما جاء في خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة، فإن الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية وبناء الإنسان المصري وتعزيز المشاركة السياسية تأتي في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة. كما شملت التكليفات أيضاً مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق. التغيير الذي وصف بالشامل والكبير لاقى ترحيباً واسع النطاق من كل فئات الشعب المصري وأحزابه وقواه السياسية، حيث طال التغيير عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية وكذلك المحافظين، كما تضمن دمجاً لبعض الوزارات واستحداثاً لوزارات أخرى استجابة لما أظهرته التجربة العملية من ضرورة تحديث آليات العمل الحكومية ومعالجة أوجه القصور في بعض الملفات خلال الفترات الماضية. أولويات ملحة وتحديات ضخمة تواجه الحكومة المصرية الجديدة، غير أن تشكيلها بعث برسالة طمأنة وتأكيد على أن إيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة والانحياز لتلبية احتياجات المواطن يتصدر أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة. أرحب بضيفي من القاهرة دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن مساء الخير، أهلا بك. أولاً من خلال هذا التوقيت وهذا التغيير الوزاري الواسع للحكومة المصرية، كيف تقرأ توجهات الدولة المصرية فيما هو قادم من فترات؟ مساء الخير يا أستاذ عمرو، شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني بتصور أنه المشهد اليوم خاص بالتغيير الوزاري وأداء السادة الوزراء لليمين الدستورية وكذلك أداء السادة المحافظين
لليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية هو مشهد يدعو للفخر، مشهد يليق بدولة في حجم مصر، ويليق أيضا بقيادة سياسية تشعر بنبض الشارع المصري يا أستاذ عمرو، وتلبي توقعاته وتطلعاته. هقول لك ليه أنا بقول كده يا أستاذ عمرو، لأنه هذا التغيير أولا هو أكبر تغيير ممكن تكون شهدته على مدار الخمس يعني تشكيلات حكومية في عهد الرئيس السيسي، لأنه طال حوالي 20 حقيبة وزارية، طال 20 حقيبة وزارية من خلال تغيير عدد كبير جدا من الوزراء. وكان كلمة السر الحقيقة يا أستاذ عمرو هنا السيدات والشباب، يعني التغيير كان منحازا للشباب بدرجة كبيرة، وكان منحازا أيضا نوعيا بالنسبة للسيدات لتمكينهم ولاعتبار الكفاءة التي يتميزون بها ولخبراتهم. وده يمكن يبرر لنا يا أستاذ عمرو الفترة الطويلة التي استغرقها التغيير الوزاري، كما تعلم من 2 يونيو حتى 3 يوليو ده شهر كامل. صحيح. الدكتور مصطفى مدبولي عقد العديد من اللقاءات، وكان المعيار الحاكم هو معيار الكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية وملائمة اختيار الشخص للمنصب. الأمر الثاني الحقيقة كان مرتبط بأنه تم دمج عدد من الوزارات لتحقيق التنسيق بين القطاعات المختلفة، فتجد مثلا تم التنسيق ما بين النقل والصناعة، وتم التنسيق ما بين التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، تم استحداث وزارة جديدة اللي هي وزارة الاستثمار وضم التجارة الخارجية إليها. صحيح. ده بيعكس رؤية الدولة المصرية للتجاوب مع المستجدات سواء الداخلية أو الإقليمية أو العالمية. طيب ده حقيقة دكتور حسن يعني أخذني إلى تأكيد الرئيس المصري اليوم في اجتماعه مع الوزراء الجدد على أهمية التطوير الشامل للسياسات وللأداء الحكومي. برأيك كيف يمكن الحكومة الجديدة وهذه الدماء الجديدة أن تحقق هذا الهدف؟ طيب خلينا يا استاذ عمرو نكون موضوعيين. الرئيس يعني يتحدث عن تعديل السياسات لانه يدرك بالفعل انه ازمات في الشارع، هناك ازمات حقيقيه مرتبطه بارتفاع الاسعار، مرتبطه بالتضخم، مرتبطه بالبطاله كلها، وازمات الكهرباء وغيرها هي ازمات حقيقيه ومرتبطه بالحياه اليوميه للمواطن، ناهيك عن الخدمات الاساسيه المرتبطه بالتعليم والصحه والاسكان وغيرها، وتتطلب بالفعل ليس تغييرا في الاشخاص ولكن تغييرا في السياسات. ده يظهر الحقيقه يا استاذ عمرو من خلال ما ستطرحه الحكومه في بيانها الاسبوع المقبل، وهو منتظر من كثيرين، لانه منتظر ان يكون فيه برامج عاجله تحدث تغييرا في مواجهه هذه الازمات يشعر به المواطن في الشارع. يعني الكل ينتظر يا أستاذ عمرو بيان الحكومة اللي هتحدد فيه استراتيجيتها بناء على التكليف الرئاسي. التعديل ليس تعديلا في الأشخاص ولكن تعديلا في السياسات بما يتوافق مع التكليف الرئاسي من بناء الإنسان المصري، فتح مجال أمام المشاركة السياسية، الاهتمام بالحماية الاجتماعية، الاهتمام بالخدمات الأساسية، صون الأمن القومي في كافة أبعاده سواء أبعاده العسكرية أو أبعاده المجتمعية الداخلية. نعم. طيب هناك بعض الأرقام يعني أريد أن أقرأها مع حضرتك. يعني ذكرنا عدد التغييرات، تغيير 23 حقيبة وزارية، هناك 3 وزيرات، الوزراء الباقون. نبدأ مع هذا الرقم، 9 من الوزراء من الحكومة السابقة مستمرون في الحكومة الحالية، نتحدث عن الصحة، الإنتاج الحربي، التعليم العالي، الاتصالات، الري، يعني النقل أيضا، يعني النقل مستمر بكل تأكيد، الشباب والرياضة، التخطيط، ويعني كيف ترى يعني أهمية أن يستمر بعض الوزراء في الاستمرار في مهام عملهم وربما تحميلهم أيضا حقائب جديدة؟ يعني نتحدث عن النقل والصناعة مع أسد كامل الوزير مثلا. يعني خلينا الحقيقة برضو يعني ننظر المسألة يعني من زاوية موضوعية. هناك ما نسميه بتقارير الأداء، تقارير متابعة الأداء. بالتأكيد تقارير متابعة الأداء بالنسبة للوزراء الذين استمروا في الحكومة الجديدة بتشير إلى أنهم حققوا إنجازات، وبالتأكيد بمفهوم المخالفة أن تقارير متابعة الأداء بالنسبة للوزراء الذين استوفوا العطاء أوضحت أن هناك قصورا ما في الجهد. الكل بذل جهد يا أستاذ عمرو، لكن بالتأكيد في جهد يعني أصاب وحقق أهداف وترك أثره بالنسبة للمواطن المصري ورآه رأي العين، وفي جهد لم يحقق ما هو مطلوب منه وبالتالي أحدث أزمات، وده اللي كان موجود في الشارع
والحقيقة أنا أثني كثيرا على طريقة التعديل أو التغيير الوزاري. ليه؟ لأنه استجاب الحقيقة لمطالب شعبية واستجاب لمطالب برلمانية. يعني كان أحد المطالب المهمة يا أستاذ عمرو أن احنا نستحدث منصب نائب رئيس الوزراء لتحقيق التنسيق، وده تم الحقيقة في الحكومة الجديدة سواء بالنسبة للفريق كامل الوزير أو بالنسبة للدكتور خالد عبد الغفار، تمام، كلاهما نائبان لرئيس الوزراء. ده صحيح. استحداث جيد لتحقيق التنسيق. الحقيقة مطلوب أنه يكون في مجموعات تنسق في مجالات العمل المشتركة والمتقاربة. كمان كان استجابة لمطالب برلمانية أن احنا نستحدث وزارة للاستثمار، لأنه العالم كله الآن يحكمه لغة الاستثمار، ومصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار بحكم الاستقرار الذي حققته، الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي، وبالتالي هناك فرص جيدة جدا للاستثمار في الدولة المصرية. فكان لابد أن يبقى في وزارة متخصصة في هذا الأمر. عشان كده بقول لحضرتك أن هذا التغيير بيعكس رؤية الدولة نحو مستقبل أفضل. أنت بتتبنى التنمية المستدامة، هذه التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال استراتيجية ورؤية واضحة المعالم، أعتقد أنها تجلت في هذا التغيير الوزاري، وظهرت أيضا في التغيير الذي طال المحافظين، لأن التغيير الذي طال المحافظين لا يقل أهمية عن التغيير الذي طال الحكومة، لأنه كما تعلم المحافظ هو المسؤول عن تنفيذ السياسات داخل محافظته، وبالتالي مطلوب أن يكون هناك دماء جديدة، مطلوب أن يكون هناك اقتناع وكفاءة وقدرة على تنفيذ الرؤية التي وضعتها الدولة المصرية، مطلوب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد. كل هذه المقومات أعتقد أنها كانت واضحة في التشكيل وفي تغيير المحافظين. طيب، هناك أيضا من بين الأرقام، يعني الحكومة الجديدة تضم 11 وزيرا من ذوي الخبرات الدولية والإقليمية، نسبتهم حوالي 35%، يعني كيف تقرأ هذا الرقم دكتور؟ خلينا برضو نقول يا أستاذ عمرو أنه هذه الحكومة هي حكومة كفاءات، هذه الكفاءات منتشرة سواء في الداخل أو في الخارج، وبالتالي الفترة الطويلة يعني مشاورات التغيير الوزاري كانت للبحث عن هذه الكفاءات، وحتى اللحظة الأخيرة كما تعلم يعني كان وارد جدا تعديل أسماء الوزراء حتى يوم حلف اليمين اللي هو النهاردة، وبالتالي كان البحث عن الكفاءات والاستفادة من الخبرات، خصوصا الخبرات الدولية، لأن النهاردة أنت لا تتعامل مع الداخل فقط ولكن تتعامل مع الخارج أيضا، ولابد أن تتعلم لغة الحوار مع هذا الخارج وماذا يريد، خصوصا في الوزارات الحيوية. يعني أنت تتحدث عن البترول، أنت تتحدث عن الاستثمار، أنت تتحدث عن الصناعة، أنت تحتاج إلى بناء قاعدة صناعية وزراعية، أنت تحتاج إلى تغيير في منظومة العمل العام داخل الحكومة. كل ده كان معيار حاكم وراء اختيار أصحاب الخبرات اللي احنا بنسميهم تكنوقراط، الفنيين المتخصصين في عملهم الذين يستطيعون أن يبدأوا العمل فورا. نعم. طيب، من بين أيضا الأشياء التي يجب أن نتوقف عندها، وهو تعيين أول سيدة كوزير للتنمية المحلية، وهذا المنصب منذ أن ظهر وكان حكرا على الرجال من ذوي الخبرات يعني، ولكن نرى الآن دكتورة منال عوض ميخائيل وهي تتولى هذا المنصب. ما مغزى هذا الاختيار دكتور حسن؟ يعني قولا واحدا يا أستاذ عمرو، نحن نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، هذا ليس انحيازا فقط للنوع ولكنه انحياز للكفاءة، لأنه على مدار سنوات سابقة يمكن من 2014 على وجه التحديد وحتى الآن أثبتت المرأة المصرية جدارة في كل المناصب التي تولتها، سفيرة أو قائدة، استمرت في الكفاءة حتى وصلنا إلى اختيار وزيرة للمحافظين كما نقول، وزيرة للتنمية المحلية. ده أمر. الأمر الثاني، دكتورة منال عوض بالتأكيد أثبتت تقارير الأداء أنها أحدثت إنجازا في المحافظة التي كانت تتولى قيادتها، وبالتالي كانت مرشحة وبقوة لتولي المسؤولية عن كافة المحافظات لاستكمال الرؤية اللي بدأتها، لأنه الرؤية التطويرية في محافظة ما قابلة للتطبيق في محافظات أخرى طالما أن هذا الشخص كفء. صحيح. طيب، أيضا لا يعني أريد أن أتوقف معك يعني عند اختيار شخصية بحجم الدكتور أسامة الأزهري كوزير للأوقاف، وهذا رجل ما أن أدى اليمين الدستورية وكان له تصريحات لإكسترا نيوز المصرية يؤكد على أهمية الخطاب الديني ودور الخطاب الديني
في بناء الإنسان المصري ووعي الإنسان المصري، وأن تتحول المراكز الدينية وأن تتحول المساجد إلى منارة للعلم الشامل. يعني كيف ترى أيضا هذا التوجه وهذا الاختيار، اختيار شخص وعالم بحجم دكتور أسامة الأزهري؟ أنت تعلم يا أستاذ عمرو أنه كان من ضمن بنود التكليف الرئاسي هي فكرة وجود خطاب ديني معتدل يواجه الفكر المتطرف والفكر الذي يؤدي إلى استقطاب الشباب على وجه الخصوص ويميل بهم ناحية العنف، وبالتالي كان لابد من التدقيق في اختيار الشخصية التي تستطيع أن تكون مؤثرة هذا المجال. دكتور أسامة من خلال الفكر صاحب طبعاً فكر, من خلال الفكر صحيح ويعمل على تنفيذ هذا الفكر أو نشر هذا الفكر بالضبط. بالضبط. وعلشان كده تم اختيار الدكتور أسامة الأزهري. يعني دكتور مختار جمعة أدى يعني صحيح. أداء جيدا صحيح. على مدار 11 عاما تأكيد في فترة كانت عصيبة صحيح. جدا يعني بالزبط. الدور الذي قام بدكتور مختار جمعة ويتحمل وزارة لها تأثيرها طبعا في المحيط المجتمعي، وكذلك المسؤولية التي يتحملها الدكتور أسامة الأزهري وهو لها، لأنه الحقيقة من القيادات المؤثرة في أوساط الشباب. أنت تعلم أنه كان يحتك بقطاعات كبيرة بحكم أنه أستاذ جامعي وبحكم صحيح. أنه أيضا له يعني دراساته وله يعني جلساته وشاب مع في نفس التوقيت يعني وشاب بالضبط، وبالتالي هو يستطيع أن يؤثر في هذه القطاعات كما قلت بالفكر. نعم. لأنه لا يمكن أن تواجه الفكر العنيف إلا بفكر آخر بديل هو الفكر المعتدل وقوامه الخطاب الديني المعتدل. علشان كده يمكن التكليف الرئاسي زي ما قلت لحضرتك كان يركز على هذا الأمر حتى نستطيع بناء مجتمع وسطي بعيد عن الغلو وبعيد عن التطرف. هذا لا يتحقق إلا من خلال قيادات قادرة على فهم هذا الفكر وترويجه. طيب نتحول إلى جزء آخر وهو اختيار السفير الدكتور بدر عبد العاطي كوزير للخارجية والهجرة. يعني كيف ترى أولا دمج الوزارتين، كيف سيحسن من يعني التنسيق ما بين الجهتين، كانت وزارتين في السابق والآن وزارة واحدة، وأيضا اختيار شخصية دبلوماسية مرموقة ويشهد لها أيضا بالكفاءة الشديدة كالدكتور بدر عبد العاطي؟ والله يا أستاذ عمرو يعني ده عودة الشيء إلى أصله، لأنه كما كان سابقا كانت الهجرة قطاع داخل وزارة الخارجية كما تعلم ثم تم فصلها لتصبح وزارة مستقلة تمام، وتولتها وزيرتان تمام، وكان قبل كده برضو في سنوات سابقة بيتم يعني فصلها أو دمجها مرة أخرى في الخارجية. لكن أنا أرى حقيقة أنه يعني فكرة عودة الهجرة إلى الخارجية مسألة مهمة لضمان التنسيق ولضمان التعامل مع قضايا المصريين في الخارج وقت التواصل مع المصريين في الخارج، مسألة مهمة لأنه أعداد المصريين في الخارج هي أعداد كبيرة والقضايا التي يتعرضون لها هي قضايا حاسمة بالنسبة لهم، وبالتالي تحتاج إلى سرعة تامة في التواصل معهم وسرعة أيضا في اتخاذ الإجراءات. وبالتالي هو إجراء أعتقد أنه إجراء مناسب خصوصا في الفترة الحالية. واختيار السفير بدر عبد العاطي الحقيقة اختيار صادف أهله ليه، لأنه أولا هو له خلفية سياسية كما تعلم لأنه دارس للعلوم السياسية صحيح. استمر طوال حياته في وزارة الخارجية وكان كما يطلق عليه مهندس العلاقات الأوروبية المصري، يعني كان متحدثا في وقت من الأوقات باسم الوزارة، كان سفيرا لمصر في ألمانيا وأثبت نجاحا وأبلى بلاء حسنا في تحقيق التقارب المطلوب في سياسة مصر الخارجية مع الدول التي مثل مصر فيها، وبالتالي استحق أن يصل إلى هذا المنصب الرفيع. طيب أرجوك أن تسمح لنا أن نستمع إلى ما قاله وزير الخارجية المصري الجديد السفير بدر عبد العاطي في أول لقاء له والذي انفردت به القاهرة الإخبارية منذ قليل، نتابع. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص معالي وزير الخارجية المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطي. أهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية وألف ألف مبروك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بداية هناك العديد من الصراعات الإقليمية والدولية التي بالتأكيد مصر سيكون لها دور كبير ومهم في الفترة القادمة، تأثير هذه الصراعات على الأمن والسلم الدوليين وسياسة مصر الخارجية في الفترة القادمة كيف ستكون؟ هو بالفعل يعني طبعا زي ما سيادتك تفضلتي
نحن نعيش في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، ويمكن مصر لم تواجه يعني في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات من كافة الاتجاهات وتحديات من كافة الاتجاهات، سواء من الغرب أو الجنوب أو الشرق، فهي فترة عصيبة. لكن الدولة المصرية دولة راسخة، دولة قوية. مصر الآن دورها الإقليمي والدولي واضح للعيان ومشهود به، ومصر هي ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات. يمكن سيادتك تابعتي مؤتمر الاسمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبقوا التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. كل ده كان نتيجة إيه؟ نتيجة الاستقرار في مصر، قوة مصر وتماسكها ودورها الإقليمي الريادي ودورها الدولي. فبالتالي لم يجد الاتحاد الأوروبي وشركائنا الغربيين دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار وتكون ركيزة الاستقرار مثل مصر، وهو الوضع أيضا بالنسبة لباقي دول العالم التي تحرص حرص كبير على أن يكون الدور المصري دور مهم ودور نشيط، حتى لا يحدث في المنطقة توالي أزمات أكثر مما هو قائم بالفعل. أشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب، تعقيب دكتور حسن يعني على ما قاله وزير الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي، خاصة وأنه ما أن أدى اليمين الدستورية حتى تلقى عدد من الاتصالات الهاتفية من الأمين العام للجامعة العربية، من رئيس وزراء فلسطين، وزراء خارجية الإمارات والأردن وعمان وتونس، كيف ترى يعني هذا الاستقبال للمجموعة العربية والأمين العام للجامعة العربية للسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية؟ يعني أعتقد يا أستاذ عمر أنه وزير الخارجية وخصوصا الدكتور بدر عبد العاطي يتحمل مسؤولية كبيرة، لأنه مصر كما تعلم مفتاحية، دولة مؤثرة في محيطها الإقليمي وفي المحيط العالمي. ومنذ 2014 وحتى الآن هناك سياسة خارجية مصرية نشطة وفاعلة تشتبك مع كل القضايا ولا تنكفئ على ذاتها. وهنا الحقيقة البعدين السياسي والاقتصادي في الخارجية يتكاملان، لأننا نتحدث عما يسمى بدبلوماسية التنمية. وأعتقد أنه الدكتور بدر عبد العاطي يعني يدرك هذا الأمر جيدا، علشان كده أشار إلى أمرين أساسيين، أنه هناك صراعات ومهددات وجودية في المحيط الإقليمي بل في العالم كله، وإعادة هيكلة للعالم كله، ومطلوب أن تكون مصر رقما فاعلا في هذه التعديلات والتغييرات العالمية، وهي تستحق هذا الأمر بما لها من قوة وحضارة وتاريخ وموارد ورؤية وقيادة. الأمر الثاني أنه في نفس الوقت لابد أن تستفيد من التعاون المشترك بينك وبين العالم، خصوصا أن العالم هو الآن عالم تكتلات. يعني أنت عندك النهاردة الاتحاد الأوروبي، عندك البريكس، عندك تكتلات أمريكية وكندية. كل هذه التكتلات لابد أن تستفيد معها وأن تفيد أيضا، وأن تقدم ما لديك لجذب الاستثمارات الأجنبية. علشان كده أنا أعتقد أن الخارجية حتتكامل مع وزارات المجموعة الاقتصادية على اختلافها لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية جيدة خلال الفترة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة المفصلة في سياسات الحكومة الجديدة، وكذلك حول نقاط القوة الكثيرة الموجودة في الحكومة المصرية الجديدة. أستاذ دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، شكرا جزيلا لك دكتور. أيضا في لقاء خاص لنا أكدت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية السيدة رانيا المشاط أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الوطنية والتمويلات الدولية تأتي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. بعد دقائق من أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي، اليمين القانونية هنا في قصر الاتحادية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نلتقي بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السابقة التي جددت الثقة بها لكن تحت مسمى وزارة التخطيط والتعاون الدولي. سيادة الوزيرة ألف مبروك، لكن الفلسفة القائمة على الدمج للنظر في خطط التنمية الاقتصادية وفقا للموازنة، وكذلك النظر في التعاون مع المؤسسات الدولية.
أشكرك يا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يمكن من أهم الأمور اللي كنا بنقوم بيها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة. دمج الوزارتين ليس بالجديد، كان في سابقا أضيفت أيضا في مرحلة سابقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التعاون الدولي. يمكن في الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت بشكل أو تم تعظيم دورها، يمكن حضرت أكثر من مؤتمر وكان آخرها المؤتمر مع الاتحاد الأوروبي. جزء كبير جدا من الاستثمارات الوطنية وجزء كبير جدا من التمويلات الدولية هو لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وبالتالي وإحنا بنبص على المجموعة الاقتصادية النهاردة بإضافة وزارة الاستثمار هيبقى فيه شغل محترم جدا ومهم لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموازنية وأيضا التمويلات من الخارج. نقطة تانية مهمة هي إدارة الاقتصاد الكلي بمفهومه الأوسع، فيبقى التمويل جزء أساسي في النقاش، ودمج الوزارات بيجعل طبعا يعني بيعتبر تحدي ولكن في نفس الوقت هي فرصة مهمة لزيادة فعالية النشاط ما بين الوزارات المختلفة. دكتور راني، هو سؤال يعني كلاسيكي قديم لكنه يطرح بشكل دائم، طبيعة المحددات أو الأسس التي على أساسها نلجأ إلى خيارات التمويل مع المؤسسات الدولية أو مع شركاء التنمية كما يوصف، من الذي يعنى بتحديد هذه المحددات؟ بس عايز أقول نقطة هامة جدا، التمويل الخارجي ليس هدف في حد ذاته، دي نقطة هامة. كان دايما وأنا يعني وزير التعاون الدولي فقط كان دايما بتسأل إيه هو المستهدف، من إيه الهدف، إيه الرقم، أقول لهم بالعكس إحنا كوزارة التعاون الدولي أو كتمويل خارجي بنلبي الاحتياجات الوطنية، وهنا تأتي دور وزارة التخطيط في ترتيب هذه الأولويات. وبالتالي لما يعني بيحصل هذا الدمج هتبقى في فعالية أكبر في الوصول إلى هذه النقطة الهامة. الحديث الدائم عن نجاح مسألة التمويل مع المؤسسات الدولية هذا يشكل نجاح معتبر، لكنه في المقابل يشكل تحدي آخر مرتبط بخفض مستوى الدين وتحديدا الدين الخارجي. السير في هذين المسارين كيف يتم؟ خليني برضو أقول، ودي نقطة مهمة جدا للمشاهد، خيارات التمويل كتيرة. أنا ممكن أخذ تمويل غالي وممكن أخذ تمويل منخفض التكلفة. كل ما تقوم به وزارة التعاون الدولي، والآن هتبقى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي تمويلات منخفضة التكلفة، فهي الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر والأكثر جاذبية للدولة في تمويل أنشطتها المختلفة أو مشاريعها المختلفة. فهذا الخيار وهو الخيار الأقل تكلفة، ده إن شاء الله اللي هيبقى فيه، يمكن إحنا بنفصح دايما عنه ولكن نحاول نعمل ده بشكل أكبر في المرحلة القادمة. النقطة الأخيرة مرتبطة بجزء التخطيط، هناك تعهد حكومي من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن تشهد المرحلة المقبلة مع التدفقات الدولارية التي تمنح قدر من التنفس للاقتصاد تركيز على قضايا الصحة والتعليم ومشروعات حياة كريمة، كيف سيدار هذا الملف؟ الحقيقة الاستثمار في رأس المال البشري هي أحد الركائز الرئيسية في كل يعني استراتيجياتنا مع المجتمع الدولي. يعني لو حضرتك بصيت حتى في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي، جزء مخصص للتدريب، جزء مخصص للتعليم، فمع البنك الدولي نفس الشيء، مع البنك الأوروبي للاستثمار وخلافه، وطبعا الاستراتيجيات الوطنية المتعددة. فإن شاء الله المرحلة الجاية، وإحنا بنبدأ يمكن أول امبارح سنة مالية جديدة، وزي ما ذكرت هي أحد أهم الأولويات، صحة، تعليم وتعليم فني، لأن ده أيضا بيعتبر نقطة هامة وعنصر مهم لجذب الاستثمار اللي احنا محتاجينه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا متشكرا. كان هذا إذن لقاءنا مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة التي أدت اليمين القانونية قبل دقائق، الدكتورة رانيا المشاط. أشكر زملائي أحمد أبو زيد وأمل الحناوي قطعا يعني على هذه اللقاءات الحصرية والانفرادات من داخل قصر الاتحادية مع الوزراء أو بعض الوزراء الجدد بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري اليوم. نتحول إلى وجهة نظر الأحزاب المصرية في هذا
التغيير أو يعني الشكل الجديد الذي تبدأ به الحكومة المصرية، فترة مهمة وفترة حقيقة غاية في الأهمية بالنسبة لمستقبل هذا البلد في وسط هذه الاضطرابات الإقليمية والتحديات الكثيرة سواء إقليميا وخارجيا وحتى داخليا. أرحب بدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. دكتور عصام مساء الخير، أهلا بحضرتك. يعني بالتأكيد هناك ملاحظات، بالتأكيد هناك بعض الشواهد أو المبشرات فيما يتعلق بشكل الحكومة الجديدة من حيث السياسات وأيضا من حيث الأشخاص. كيف تقرؤون في حزب المصريين الأحرار هذه الخطوة اليوم؟ أهلا بك طبعا يا أستاذ عمرو، أهلا بالسادة المشاهدين. لنقول كده يعني أن احنا في تواريخ كده بتبقى فارقة معانا، يعني النهاردة 3/7 3/7 من التواريخ الفارقة في تاريخ مصر. الحقيقة يعني عزيز علينا جدا يعني تاريخ 3/7. ارجع بقى لمع حضرتك في الجزئيه بتاعه الرؤيه والمشاهد. الحقيقه لو هنتابع المشهد بصوره كامله هنشوف انه منذ ان تكلف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزاره الجديده وضع لها تكليفات محدده. الحقيقة من المرات النادرة في تاريخ مصر يكون هذه التكليفات محددة بهذا الشكل. ثم احنا كنا بنتابع فوجدنا انه في تأني في عملية تشكيل الحكومة، لانه كان في ضمن التكليفات هي السياسات. صحيح. الرئيس المصري طالب اليوم الحكومة في اجتماعه معهم بتغيير شامل للسياسات. ده حقيقة. فاحنا بنشوف كده ان في تواكب ما بين التكليف، المده الزمنيه، ثم الاعلان اليوم. الحقيقه لما نشوف ان في دمج لبعض الوزارات، لما نشوف النهارده في استحداث الوزارات، لما نشوف النهارده ان في 2 نواب لرئيس الوزراء، لما نشوف النهارده ان لكل وزير في نائب او 2 او اكثر من نائب او 2، نيجي بقى لتشكيلات الوزراء او التشكيل العام او يبان ملامح التغيير في السياسات. حياتك هنلاقي ان المجموعه الاقتصاديه هقول الاولويات، ودي يعني فخامه الرئيس كمولي بها، وهي ظهرت ايضا في خطابه في 30/6 لما كان تكليفه للحكومه هي رفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري. بالتاكيد ان الجزء الاقتصادي هو جزء مهم جدا. نلاقي ان الوزارات اللي حصل فيها تغييرات جوهريه، الوزارات الاقتصاديه مثل دمج وزاره التخطيط مع وزاره التعاون الدولي ولها وجهه غير عاديه في هذا. ثم نرى ايضا انه استحداث وزاره للاستثمار. اذا في تغييرات معينه واضحه في تغيير السياسات. لو جئنا بعد كده ننتقل الى الشخصيات التي تم انتقائها لهذه الوزارات بعينها زائد الوزارات الخدميه، هنلاقي احنا واحنا بنشوف السيفيهات بتاعه معظمهم هنلاقيها سيفيهات فعلا كما تم في مصدر الحكومه واعلن انها شخصيات وطنيه بخبرات دوليه. لما نبتدي نستعرض يعني بعض من هذه الامثله هنلاقي مثلا معالي الوزير احمد كوشك وهو وزير الماليه، اولا متدرج في كل في 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 الهيكل الاداري للدوله او في دولاب الدوله في وزاره الماليه بالذات، تخصصه اكثر هي السياسات الماليه. صحيح. ثم دراساته في امريكا وهارفارد وهارفارد جامعه يوركشاير في انجلترا. خليني اقول لك ان ده بيدينا احنا احساس رائع جدا ان الاختيار حتى مش فقط في انه وضع تم وضع السياسات، بل ايضا انا اقدر استشف واقدر اقول واحنا ممكن ده هنمسه قريب قوي ان الاداه والاليه لتنفيذ هذه السياسات تم اختيار اشخاص اكفاء لتنفيذها، لان هناك في جزء من الخبره. هنجد ده بينطبق على معالي الوزير حسن الخطيب في وزاره الاستثمار. صحيح. انا الحقيقه مش عايز انسى يعني اسماء كثيره تم مراجعتها. بيبان لنا برضو هنا التاسيس اللي كان بيبان واللي كان اعلن فخامه الرئيس عنه زي الاكاديميه الوطنيه. هنلاقي انه مثلا معالي الوزير احمد هنو من الشخصيات اللي هي اخذت تدريب في الاكاديميه. عايز اقول ارجع بقى واقول حته اهم بقى. بالظبط كده كوزير للثقافه.
حضرتك ايضا احنا كنا دائما في فتره ما كنا يعني باتصالاتنا مع المصريين في الخارج كان عندهم مشاكل عديده بتواجههم. فحضرتك يمكن انا في اخر مداخله مع حضرتك كنت قلت ان احنا نفسنا انه وزاره الهجره تنضم مع وزاره صحيح. الخارجيه، لانه في الاخر اي اليه او اداه لازم تتم من خلال القنصليات والسفارات بالخارج، وبالتالي هنا هيبقى فيه تناغم اكتر. وثم هناك نائب لوزير الخارجية معني بهذا الملف بالتحديد. بالتأكيد وزارة الخارجية عندها ملفات كثيرة جدا، الدبلوماسية والملفات السياسية، ومن ضمنها أيضا في الملفات الاقتصادية. هنعلم أن على كاهلهم جزء مهم أوي في المجال الاقتصادي، في المجال التسويق السياحي، في المكاتب أو في القنصليات في الخارج. نرجع بقى للتطبيق العملي لهذا. أنا لما شفت بعض تصريحات الوزراء بعد حلف اليمين، الحقيقة أنا استشعرت بسعادة غير عادية وتفاؤل. يعني أنا منذ 3/7 الماضي أنا من الملاحظات التاريخية في حياتي اللي أنا شعرت فيها بهذا التفاؤل. لما سئل هاجسكور برضو بعض عبارات صغيرة للسادة الوزراء، يعني الوزير أحمد كوجك لما تسأل في أول ما بعد حلف اليمين على السياسات المالية، فأول ما ذكر هذا قال إن إحنا التنسيق والتعاون في السياسات المالية. وأكتر حاجات أنا شفته ذكرها الحقيقة ما ابتداش أبدا بإن أنا هزود الحصيلة الضريبية، لا، الراجل ابتدى وقال إن أنا ههتم بالاستثمارات، حوافز للاستثمارات علشان أقدر أنا أدور الاقتصاد في البلد. وده فكر رائع جدا ومتطور جدا في كل الدول التي نمت وحتى المتقدمة. لما أسمع معالي الوزير مثلا شريف فاروق في وزارة التموين لما أول ما سئل هتعمل إيه، قال إن أنا عايز أرفع عن كاهل المواطن فكرة ارتفاع الأسعار وسيطر على التضخم. أول جه في باله ما قالش إن أنا يعني مش ابتدى بالحل ان انا هنزل اعمل رقابه، لان الرقابه ممكن تخلق لي سوق موازي وسوق سود. قال ان انا هحاول اوفر السلع، او قال كده مش هحاول، انا هوفر السلع بالتنسيق مع طيب وزاره الزراعه. الادوات هل ترى دكتور عصام بان الحكومه الجديده، حضرتك ضربت اكثر من مثال سواء في الماليه او جذب الاستثمار او بالتموين وتوفير السلع، هل ترى ان الادوات الان متاحه خاصه ان هناك دعم كبير من القياده السياسيه للحكومه الجديده؟ كيف ترى الادوات الان بين ايدي الوزراء الجدد؟ الحقيقه طالما أنا شايف إن في رؤية واضحة وإن في استراتيجية موجودة وأدوات تنفيذ، ثم تم اختيار الأشخاص المناسبة ليها، هي دي أكبر أداة أستطيع إن أنا أقول لحضرتك عليها إنها من الأدوات القوية وتنبئ دايما بالنجاح. وأنا بستشعر إن إحنا هنشعر بهذه النجاحات بتاع الوزارة. أنا بشوف إنها وزارة كم متميزة فعلا في تاريخ مصر. والايام دي من الاصل دايما بيقولوا ان المخرجات بتتبع لما نشوف المدخلات بتاعتها. انا بشوف هذا التنظيم وهذا التنسيق مع هذه الوزارات بهذا التشكيل الحقيقه شيء رائع جدا. انا ما اتكلمش مع حضرتك على تصريح الدكتور اسامه القوصي وزير الاوقاف. الحقيقه يعني الحقيقه يعني حضرتك بتتحدث عن دكتور اسامه الازهري؟ أسامة الأزهري. أنا آسف، أسامة الأزهري وزير الأوقاف دكتور أسامة الأزهري. نعم أنا آسف. لا خالص، أنا آسف. لما قال إنه في الخطاب أيضا من ضمن الأشياء المهمة في الخطاب الديني هو بناء الشخصية المصرية صحيح. وخلق شغف للعلم، خلق فكرة شغف التنوير، تحدث عن فكرة التنوير السوية بالظبط. وهذا ما كنا نفتقده يعني وده اللي بنقوله. اذا من ضمن التكليفات لو رجعنا بحاول اربط مع حضرتك والساده المشاهدين التكليفات مع صحيح. الاشخاص مع التصريحات صحيح. هناك تناغم يبدو من ادوات، فهناك تناغم وهناك تنسيق، ودايما بنشوف النتائج في المراحل نفسها. اكيد يعني انا شايف ان في كل مرحله بتدي نتيجه اعظم في المرحله اللي بعدها. يعني ان شاء الله يعني أخيراً يعني هناك دفع التفاؤل وشعور كبير بالتفاؤل نستشفه قطعا من حضرتك كواحد من اكبر رؤساء الاحزاب
في مصر، حزب المصريين الأحرار كذلك في الشارع، في الأكاديميين كانوا معنا قبل وجود حضرتك يعني دكتور عصام خليل. أشكرك شكرا جزيلا لوقتك يعني دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، شكرا جزيلا لحضرتك. سرعة الإنجاز وإعادة رسم وصياغة السياسات وتحديد بوصلة الأولويات مهام رئيسية أمام الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تبدأ عملها في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه مصر داخلياً وخارجياً. فمصر محاطة بدائرة من الأزمات والنيران المشتعلة في المنطقة، كما لها العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت كذلك بظلالها على إمدادات الطاقة والغذاء التي طالت جميع دول العالم ومن بينها مصر. هذه الأزمات والتحديات تجعل من الملف الاقتصادي أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة المصرية الجديدة، خاصة وأنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق ببناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وتعزيز وجذب الاستثمارات، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية. وأمام هذه التحديات وإعادة ترتيب الأولويات، شهدت المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة تغييرات شاملة بضخ دماء جديدة تحمل أفكاراً ورؤى ستعمل على تطوير الأداء الحكومي، بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحقق تطلعاتهم. ومن بين القضايا الاقتصادية التي تستعد الحكومة الجديدة لاقتحامها، إعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية والسيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلاً عن الاستمرار في توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. ما بين تكليفات رئاسية وتطلعات شعبية، يعول الجميع على الحكومة المصرية الجديدة بوضع خارطة طريق لمستقبل مصر الاقتصادي وسط تحديات وتقلبات إقليمية وعالمية ضخمة. خارطة طريق تتضمن صياغة سياسات أكثر مرونة تمكنها من توقع واستشراف المستقبل والتعامل مع أي أزمات طارئة. نفصل الآن في التحديات والمستهدفات الاقتصادية للحكومة الجديدة مع ضيفنا دكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي. دكتور عمرو مساء الخير، أهلا بك. يعني نبدأ بالمستهدفات ثم نناقش بعد ذلك التحديات. برأيك ما هو المستهدف، خاصة وأننا أمام تكليف واضح اليوم من الرئيس المصري للحكومة بتغيير شامل للسياسات، ولعل في القلب منها المجموعة الوزارية الاقتصادية؟ نعم، تحياتي لحضرتك أستاذ عمرو وللسادة المشاهدين. وفي الحقيقة موجة من التفاؤل بتسود المجتمع الاقتصادي سواء الأكاديمي أو المهني من رجال أعمال، مستبشرين خير بالمجموعة الاقتصادية الجديدة والخبرات بها، ومستبشرين أيضاً بأن الهدف الأساسي من تكليف الحكومة الجديدة واضح من السيد الرئيس بأنه ينحاز إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية في مصر لصالح تحسين مستوى معيشة المصريين وتركيز على سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل من ناحية تحدث تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري، ولكن أيضا سياسات قصيرة الأجل يلمسها المواطن في أسرع وقت ممكن تحسن من جودة حياة المواطن وتشعر به. ويمكن
أحد الـ 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 الانتقادات التي كانت لوزراء المجموعة الاقتصادية بشكل خاص للحكومة السابقة رغم مجهودهم المقدر أنهم في الفترة الأخيرة كان لا يوجد استماع للمشكلات الاقتصادية العاجلة اللي بتواجه المواطن البسيط وتعامل وانفتاح لشرح هذه المشكلات والبحث عن حلول سريعة وناجزة لبعضها. وبالتالي التكليف الأساسي الاقتصادي لهذه الحكومة بكل وزرائها وليس وزراء المجموعة الاقتصادية فقط هي تخفيف المعاناة التي نجمت عن مجموعة من الأزمات الإقليمية والدولية عانى منها الاقتصاد المصري في الأربع سنوات الأخيرة ومعاودة الانطلاق والازدهار الذي كان موجود حتى نهاية عام 2019 بمعدلات نمو حقيقية وتنمية اقتصادية مبنية على بناء الإنسان المصري والاستثمار في مستقبل مصر وهو البشر. طيب، يعني أيضا من بين الأخبار الإيجابية اليوم، يعني فكرة أنه بعد الإعلان عن التغيير الوزاري رأينا أن السندات الحكومية المصرية المقامة بالدولار ترتفع بشكل كبير، يعني بعيدة أداء الحكومة والمجموعة الوزارية الجديدة للأمين الدستورية. برأيك ما تفسير هذا؟ هذا هو الدليل العملي الواضح وضوح الشمس بعيدا عن آراء الخبراء أو التكهنات أو البعض اللي ممكن يقول أن آراء المتخصصين أو الخبراء مثلي هي آراء متفائلة بعض الشيء أو فيها مجاملة. السوق لا يكذب ولا يجامل عندما نشهد أكبر ارتفاع للسندات الدولارية المصرية، فهذا يعني ثقة الاقتصاد الدولي ومؤسسات الاستثمار الدولية في الاقتصاد المصري وفي مصداقية وصدق تغيير السياسات الاقتصادية في مصر، عندما نجد أنه في ظل دولة حدودها الإقليمية مهددة ما بين حرب الإبادة على أهالينا في غزة والصراع السوداني في الجنوب وما حدث في ليبيا وما هو مستمر في سوريا واليمن، ونجد أن الاقتصاد المصري قادر على جذب أكثر من 49 مليار يورو الأسبوع الماضي من خلال مؤتمر ورفع وتمثيل للعلاقات الاقتصادية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي لهذه الدرجة من الشراكة الاقتصادية، فهذا بالتأكيد يعني أن هذا التفاؤل ليس مجرد شعارات ولا استنتاجات، ولكن رد الأسواق والمؤسسات الدولية على ما تكون ما تقوم به القيادة المصرية. فكرة دمج يعني أو ضم وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، يعني كيف ترى أيضا تأثير هذا على فكرة أن تكون هناك سياسات واحدة، أن يكون هناك نغمة واحدة تسير فيما يتعلق بالتخطيط مع التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وأيضا الشراكات مع الأطراف الأخرى؟ ليس فقط وجود سياسة واحدة أو نغمة واحدة، ولكن الأهم في الحقيقة ويحسب ذلك إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى وبشكل خاص لمعالي الوزيرة الناشطة دكتورة رانيا المشاط في فكرة جذب المؤسسات الدولية والجهات المنحة والاستثمارات التنموية الدولية إلى أجندة التنمية المصرية. وده في الحقيقة كنا دايما بتجينا المؤسسات الدولية والجهات المنحة بمجموعة من البرامج ترى أنها من الصالح تطبيقها لمصلحة الدولة المصرية، ولكن الجديد الذي حدث في الأعوام السابقة وبضم الوزارتين معا ده هيستمر بشكل كبير، هو فكرة أن الدولة المصرية لها أولويات، لها خطة تنموية واضحة جدا ستجذب الشركاء الدوليين إلى هذه الخطة وتدعم استثماراتها. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة عبر سكايب دكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة.
ومشاهدينا نصل إلى الختام في هذه الحلقة، ولكن المزيد في تغطياتنا الإخبارية على رأس الساعة. ابقوا معنا.